على العموم، على العموم في النهايه لازم نقول ان انا كخالد الغندور مع ال 25 لعيب، لكن مش دلوقتي. طب تعال نروح لكارثه بقى مهيب. ماشي، انت دلوقتي الاهلي مقيد كام لعيب؟ 30. الزمالك مقيد كام؟ 30. طيب الاهلي جاب مين؟ جاب الاهلي جاب ازارو وجاب ايمن اشرف وجايب هشام محمد ودويدار ودويدار زي ما انت بتقول. ادي اربعه. الزمالك جاب مين؟ الزمالك جاب كاسونجو واشم بونج. تمام. وبيدور على داوودا لا وفي احمد مجدي المفروض ده كلام، كله كلام. واتيفر وداوودا وحسين الشحات كل ده كلام، يعني كلام. هو الزمالك في طريقه انه عايز يجيب اربع خمس لعيب. ماشي. طب انت دلوقتي مين العشره اللي هيمشوا من الاهلي؟ تقدر تعدهم لي؟ ممكن يمشوا من الاهلي، يعني في كلام انه ممكن يمشوا من الاهلي. اقول لك انا؟ قول لي. دلوقتي انت هتأيد عماد متعب، تمام صح؟ المفروض عماد متعب، رغم ان ده ممكن في قائمه ال 25 لعيب ممكن موضوع عماد. انت عندك باك، انت عندك الوقال صح، عندك باك ليفت هيمشي. بص انت عندك حسين السيد وصبر رحيل في 25 لعيب ممكن يمشي الاثنين. انا بقولها لك اهو، ممكن يمشي الاثنين لو انت جبت ايمن اشرف ومعاك علي معلول. تمام. طيب عندك في محمد نجيب ممكن، يا باسم علي، عمرو جمال ممكن يتم اعارته. تمام. كوليبالي مشي، فاهم قصدي؟ نص الملعب هتمشي مين؟ ما انت لازم تمشي 10، فاش هزار، لازم تمشي 10، لان انت كمان خد بالك انت لو عندك 25 لعيب مش هتبقى مطالب ان انت تقعد 25 عشان عندك استبدال، صح ولا لا؟ فبالتالي في الشتاء هتقعد 23، صح ولا لا؟ طب ما تيجي نتكلم على اللي هيتقيد. تعالى بقى الزمالك، يعني لا الزمالك، روح للزمالك. مين يمشي؟ ابراهيم صلاح ممكن يرحل، احمد جعفر، مايوكا، ستانلي، علي فتحي، علي فتحي، اسلام، اسلام جمال. اسلام جمال عنده عروض. مين تاني؟ اسامه ابراهيم او حسني فتحي، واحد فيهم الاثنين هيمشوا. لا بصي انا بقول لك انت لازم مطالب، مطالب ما هو عشان مطالب انت الاثنين هيمشوا، لان انشاء السعيد. طب هل بقى ممكن نلاقي بقى حاجه جامده جدا؟ ايمن حفني، محمد ابراهيم، شيكا، ما اعرفش حد من لا دول. لا شيكا بلا طبعا مستمر. انا بقول لك حد من دول ممكن واحد تقيل يمشي. ما هو انت عندك 25 لعيب تعمل ايه؟ بس مرسي حد يحترف؟ عندك 25 لعيب، انت طلب من تجيب منين؟ من ايناسيو. مفيش مكان، مفيش مكان. محمد ابراهيم يمشي. مجلس الاداره طلب من ايناسيو ان محمد ابراهيم يمشي. مفيش اماكن على فكره. ومحمد ابراهيم ايناسيو رفض وقال ان انا مستمر، متمسك باللاعب وشاف انه لاعب كويس. مين اللي قال طلب يمشي؟ مجلس اداره نادي الزمالك طلب رحيل محمد ابراهيم. مجلس الاداره؟ مجلس الاداره. مع ان مجلس الاداره قال كلام محمد ابراهيم مش للبيع ومش هيرحل. طب وماله؟ ما هي يعني ما سمعنا كلام من طيب بس على عايز اقول لك حاجه بقى، عايز اقول لك حاجه، يعني انا بصراحه يعني شايف ان بقى في لعيبه نجوميتها يعني صعب جدا انه يمشوا، يعني زي ايوه بس في ناس نجوميتها مش على قد مستواها. خلينا واقعيين يا كابتن خالد، في اسماء كتير في الدوري السنه دي اسماء بس يعني طب. لكن النجوميه بتاعتها ضعيفه جدا. نطرح سؤال اتفضل. مين نجم النجوم؟ عماد متعب. طيب عماد متعب تم التجديد له كنوع من التكريم، ده بالنسبه للجهاز الفني. اما عماد متعب قناعاته الشخصيه ان هو قادر ويلعب ويجيب اجوان، وفي من الجمهور كتير قوي مقتنع بده، وفي جمهور لا. تمام. اما بقينا 30 لعيب، هل هيقدر النادي الاهلي يحط عماد متعب في ال 25 ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، لان انت عارف ان حسام البدري لا يعتمد على عماد متعب. فبالتالي هنا السؤال 30 لعيب غير 25 ولا احمد؟ طبعا. هو انت حاسس ان عماد متعب بيتجامل؟ لا مش بيتجامل. بص عماد متعب نجم كبير في كره القدم. ماشي. عماد متعب اعطى النادي الاهلي كتير، لكن انا بقول لك المدير الفني الحالي لا يعتمد على عماد متعب. اولوياته ايه؟ واولوياته ايه؟ وكان هو كمان في حديث له قال لو مش عماد متعب خلاص يسيبوه، مش ايده. فهنا السؤال بقى، يسيبوه. هنا السؤال بقى، لو بقينا شلنا خمس لعيبه من القايمه، هل ممكن عماد متعب احطه وما بيبقالوش دور، ما بيبقالوش دور كبير في الـ في الـ في الـ في, الـ في النادي الاهلي السنه الجايه؟ هو المفروض ان عماد متعب كان لعب ماتش امبارح لكنه كان تعرض لاصابه. بالظبط. والمفاجاه كابتن خالد يعني ان كابتن حسام البدري كان حاطه قبل عمرو جمال. كان اساسي. يعني هو كان حاطه قبل عمرو جمال. انا عايز اقول لك حاجه والله يا كابتن خالد. عماد متعب لو لعب هيروح منتخب مصر. ماشي. لو لعب. انت عارف كابتن حسام حسن كان في 2006. كان هو راس حربه منتخب مصر، كان بيلعب بعض يعني جاب جون في كونو، وجاب جون في كونو، كان هيجيب جون جت في العارضه وجت لعبه. حتى كان سنه، كان سن كابتن حسام
اكبر من الكابتن عماد. لا لا ده مش رقم مقارنه. معلش يعني انا بقول لك ان راس الحربه ده كبير. راس الحربه ده بيعرف يجيب اجوان. عماد بيعرف يجيب اجوان. عماد متعب بيعرف يجيب اجوان. وانت عندك ازمه في الناس اللي بتجيب اجوان. طيب على المهم احنا عايز نص فرصه ما عندناش اختلاف في الموضوع ده. طيب عايزين نقول ان ماريتمو البرتغالي بيطلب استعاره صالح جمعه من الاهلي. 24 لاعب في قائمه النادي الاهلي طبعا استعدادا لمباراه الوداد المغربي. وكمان نفس القصه الاتحاد الكره يعلن عن اعاده طرح مزايده الرعايه رسميا ده في اليوم السابع. ده قرار مجلس اداره. الزمالك كمان ما عندنا القرار بتاع 25 لاعب وفتح الاعارات. تمام. الزمالك يجدد مفاوضات ضم ستانلي بناء على طلب ايناسيو كل ده ب 25 لاعب. الاهلي يعلن جاهزيه حسام عاشور لمواجهه الوداد المغربي ده في فيتو. طبعا جهاز منتخب المحليين يشكو تجاهل مجلس الجبلايه ده في فيتو. دوت مصر بعثه الزمالك تطير الى الجزائر. البعثه مكونه من الشناوي وجنش وعمر صلاح واحمد فتوح محمد ناصف حسني فتحي على جبر الونش شوقي السعيد احمد توفيق ومعروف يوسف طارق حامد ابراهيم صلاح صلاح ريكو دونجا مصطفى فتحي احمد رفعت شيكابالا بس مرسي وستانلي ومايوكا ويغيب كل من محمد ابراهيم ومحمد مجدي الاصابه واسلام جمال واحمد جعفر واسامه ابراهيم وحسام باولو وايمن حفني لاسباب فنيه. هو محمد ابراهيم ماله يا كابتن تعبان عنده ايه؟ مش عارف والله ما اعرف. لا بس هو عنده اصابه قد تكون اصابه نفسيه كمان. بعد ما تخلص تعالى لي عشان عايزك في حاجه مهمه جدا. طيب نروح نروح قائمه النادي الاهلي. شريف اكرامي احمد عادل الشناوي علي معلول صابر الرحيل حسين السيد رامي ربيع محمد نجيب سعد سمير احمد حجازي محمد هاني احمد فتحي سام عاشور حسام غالي عمرو السوليه صالح جمعه عبد الله السعيد وليد سليمان ميدو جابر احمد حمودي كريم نيدفيد عمرو جمال جونر اجاي مؤمن زكريا. خد بالكم الاهلي والزمالك مسافرين 24 لعيب هيكون مطالبين بان حارس هيخرج حارس الثالث هيخرج وخمس لعيبه هيطلعوا من القايمه. هو متعب مش موجود برضه عشان الاصابه. متعب برضه مش موجود في الماتش اللي جاي بسبب اصابه. يلا كوره البدري نسعى لحسم التاهل امام الوداد. وهو يقول خلاص يا عم خالد. وكان زماننا بنلعب النهارده ونازلين بالاعلام وكان زمان مهيب دلوقتي موجود في روسيا. وكان زمان نازل في ملعب في روسيا دلوقتي وبيعمل حديث مع محمد النني بيقول له يا نني انت يعني بتلعب في ارسنال احسن ولا يعني وكان محمد صلاح محمد صلاح دلوقتي كان على فكره انا رهنت على صفقه محمد صلاح والحمد لله راح ليفربول يا باشا. ايوه انا قلت ايام يا باشا. لا لا انا بس الكلام ده لا ده يبقى كمان هياخد كام استرليني في الاسبوع. لا سيبك من كام ربنا يبارك له لكن عايز اقول لك حاجه. هقول لك من حاجات اللي هي الاسرار بقى ممكن نقولها دلوقتي. كان في لما طلعت اخبار ان ارسنال ان ليفربول صرف النظر والكلام ده كان غير صحيح. انا عارف الكلام ده كان لتهدئه روما. كان لتهدئه. لا يعني لا هو يعني ايه عشان روما ما يفتحش على الرابع بالظبط يعني ما يوصلش 60 مليون وبتاع. كانت سياسه طبعا فكره بتحصل كتير بتحصل كتير في اوروبا لكن على الاهتمام الشخصي بقى هم بعتوا لمحمد صلاح طياره خاصه ودي من حاجة ليفربول بعتوا لمحمد صلاح طياره خاصه كان يعني هيروح لهم فيها وفي اهتمام بمحمد صلاح ان شاء الله باذن الله محمد صلاح وده اللي حاسه نشوفه بالدوري الانجليزي السنه الجايه. وغير كده بقى لما تيجي على المستوى الشخصي يعني انا قعدت مع محمد صلاح كتير على المستوى الشخصي بتبقى حاسس ان اللعيب عايز يدي فين. هل هو عايز يقعد؟ طب كان عايز ايه هو بقى؟ عايز ليفربول فعلا. طب عندي معلومه ان النني ماشي من الارسنال. هو عنده تحدي بالذات في انجلترا يعني محمد صلاح عشان موضوع تشيلسي اكيد يعني. طب اسالك سؤال عندي معلومه ان النني ماشي من الارسنال وان في كلام ان هو جاي له بروسيا دورتموند جاي له المانيا. يا ريت حاجه مش وحشه طبعا لما يروح اعاره من ارسنال لبروسيا دورتموند يعني إيه؟ رمضان صبحي اخباره ايه؟ لا رمضان قاعد لا انتوا عارفين كمان يا جماعه بعد العيد هيكون جواز رمضان هو مش بعد العيد هو في العيد يعني في العيد يعني بعد رمضان في العيد في العيد عايز تقول المكان؟ لا 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 مش هقول المكان لا 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 بس انا عايز ادي معلومه انت اسكت خالص رمضان انت تسكت خالص رمضان عنده 20 سنه مواليد 97 هيتجوز في السن الصغير ده على فكره ميدو اتجوز في نفس السن او اصغر شويه ميدو اتجوز 19 سنه وده بسبب الغربه الهوم سيكنس مرض الغربه ان انا ببقى عايش لوحدي هناك مفيش حد بيهتم بيا قاعد في بيت لوحدي وبالتالي تزوج اخت شريف اكرامي بنت الكابتن حاجة اكرامي محترمة جداً. حاجه محترمه جدا وبنت ناس ومتربيه وحاجه جميله وطبعا وهي صغيره جدا ربنا يعني يبعد عنها هي عندها عين. تقريبا 17 سنه يعني هي نفس قصه كهربا وبنت الكابتن عصام الحضري تقريبا يعني لا بنت الكابتن عصام 16
طيب زي هي كهربا 23 طيب لكن ده 20 و17 ربنا يبارك لهم محمد صلاح ان زي ما قال مهيب هو ليه بقى فضل ليفربول هو ده السؤال مع ان ليفربول مش هيلعب دوري ابطال وروما هيلعب دوري ابطال محمد صلاح شعر بان هو يعني نفس صبره من اللي بيحصل معاه في روما مش مع سباليتي بس لان سباليتي كان بيهاجمه كل شويه كل ما تحصل مشكلة لا خلي بالك كان الامور ما كانتش وردية ما بين صلاح وسباليتي فعلا طبعا. والله العظيم خلي بالك بص كان في مشكلة لا كان في مشكلة كبيرة ما بين محمد صلاح وسباليتي ايه هي ان سباليتي دايما من المديرين الفنيين اللي عايز اللعيب يهاجم ويدافع يهاجم ويدافع صلاح ما بيدافعش فمحمد صلاح ما بيدافعش كان في مشكلة كبيرة وصلت ان احنا عندنا كوبر بسم الله ما شاء الله من المدربين اللي عايز يدافع ويدافع ايه اللي عايز اللعيبه تدافع وتدافع ليه الدافع ده وانت ما بتكسبش مع كوبر انت بتكسب الدافع والدافع لا ليه يعني ليه؟ ما بين الدفاع والدفاع تدافع ما ينفعش كابتن خالد ما ينفعش نلخص الماتش اللي فات يعني في المعلومه اقول المعلومه سيبك من كوبر دلوقتي لا هو بيستفزني هو بيستفزني بقول المعلومه ايه ماتش يعني خلاص الدنيا اتقلبت هو ده الماتش الوحيد يا مهيب طوعك في المعلومه قول المعلومه يا مهيب عايز انا نسيت صلاح وسباليتي اقول لك حاجه كان زمان دلوقتي صلاح وسباليتي كان زمان دلوقتي اسكت بقى يا عم كان زمان دلوقتي قاعد في روسيا والدنيا حلوه كده تلج كده والحمد لله انا ما راحش روسيا انا كنا كان هيتجوز في روسيا انا عارف ان هو كان هيتجوز واحده روسيه ليه يا عم ليه عارف ممكن هيتجوز واحده روسيه ربنا يخلي لي مراتي الحمد لله لا يا عم لا انا مش كان انا عارف واحده روسيه اسمها ماريومو ماريومو روسيه هو كانت هتبقى حلوه قوي انا وطارق يحيى ماريومو لان انا بس طارق يحيى بيقول لي مهيبوف طريق اوف فاهم كل حاجه هنتجوز اوف ايوه بالظبط اوف فعايز اقول لك احنا كنا بنقول ايه احمد سباليتي ومحمد صلاح يا اخي اسكت بقى يا عم خالد احنا صايمين كان زمانه في روسيا دلوقتي يا لهوي طيب يلا اتفضل العلاقه ما كانتش ورديه بين الاثنين ليه بقى لدرجه ان هو بيدافع لدرجه ان محمد صلاح راح وقال انا راح لرئيس النادي وقال له مش هلعب مش هقدر اكمل فعلا انت مستغرب ليه كده ايه علامات الذهول اللي عندك انا ما كانش باين على يعني ما كانش باين العلاقه ما بينهم كده لا محمد صلاح احرج سباليتي بمستواه وباسيست الاسيست اللي كان بيعمله بالاهداف وبالنجوميه وكان يعني تحس ان هو كان بيلعب غصب عنه لا ودايما لما تحصل كان فارض نفسه على سباليتي كان سباليتي يخرج يهاجم محمد صلاح او ينتقد محمد صلاح وده احنا في مصر حتى انتقدنا فيه مارتن يولو لما عمل كده مع اشرف اكرامي بالظبط طيب النهارده يا جماعه امبارح روسيا لعبت مع نيوزيلندا وروسيا كسبت 2-0 دي اول مباراه النهارده بقى الساعه 5 بتوقيت القاهره في مباراه البرتغال والمكسيك وهي مباراه حلوه تمام وبعد كده في مباراه الكاميرون وتشيلي ومباراه برضه الساعه 8 مباراه تستحق المشاهده يعني الساعه 5 والساعه 8 حلوه الساعه 5 دي عشان يا دوبك الماتش يخلص نلاقي المغرب قدم بالظبط فحلوه هتسلينا الساعتين الجايين دول انت عايز تفطر دلوقتي على طول انا في اكثر من بعد في البطوله يا كابتن عشان برضه سريعا اولا المانيا ليست المرشح الاول للبطوله المانيا بتلعب بالصف الثاني بالكامل مفيش نجوم ولا سامي خضيره ولا اوزيل ولا ليه؟ اول راجل مريحهم لوف مريح الناس البرتغال هي المرشح الاول للبطوله بفضل كريستيانو والمجموعه الكبيره اللي معاه اللي بالك جايه في توقيت تصفيات كاس العالم الماتش الكاميرون يعني هتمثل ضغط كبير جدا على منتخب مصر في التصنيف انها لو كسبت ممكن تبقى الاول في تصنيف افريقيا لو كسبت ماتشين ثلاثه في البطوله استراليا على فكره هتلعب المانيا بكره الاثنين ويوم الاربع روسيا والبرتغال والمكسيك ونيوزيلندا والكاميرون يوم الخميس مع استراليا والمانيا مع تشيلي وبعد كده نيوزيلندا مع البرتغال والمكسيك مع روسيا يوم السبت 24 وبعد كده المانيا مع الكاميرون وتشيلي مع استراليا دي ماتشات بطوله العالم للقارات الا بدات امبارح بمباراه الافتتاح بين روسيا ونيوزيلندا واللي انتهت بنتيجه 2-0 عايز اقول لكم بس معلومه يوم الثلاث الساعه 10 بالليل بتوقيت القاهره هتكون مباراه اهلي الابيض في مدينه ابيض في السودان ضد نادي سموحه المصري اما يوم الاربع فهتكون مباراه الاتحاد العاصمه مع الزمالك في الجزائر الساعه 11 بالليل لغايه الساعه 1 وهتكون مباراه نادي الاهلي مع الوداد المغربي في المغرب هتكون الساعه 1 لغايه 3 الفجر باذن الله طيب عايز اقول لك ان مجلس اداره اتحاد الكوره قرر انهاء مسابقتي الدوري وكاس مصر قبل فتح